أعلنت وزارة المالية رفع دراسة إلى رئيس الوزراء لتخفيض حجم الضرائب المستحصلة من ذوي الدخل المحدود. وقالت رئيسة الهيئة العامة لضرائب الوزارة ناجحة عباس علي إن الهيئة مستمرة بتنفيذ خطتها الموضوعة لغاية العام 2023 التي تقضي بتخفيض الضريبة لذوي الدخول المحدودة وخاصة المشمولين بفقرة دخل المهن والأعمال الحرة، مضيفة إن التخفيض لا يشمل الموظفين.